أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم، البداية من صحيفة كتابات، ونقرأ فيها مقالا بعنوان الإنفاق الحكومي على انتخابات 2023 للكاتب رياض سعد، ويقول فيه: كلفت انتخابات البرلمان العراقي وكذلك انتخابات مجالس المحافظات الحكومات العراقية مبالغ مالية كبيرة، إذ أنفقت الحكومات العراقية ولا تزال أموالا ضخمة على سير عملية الانتخابات وكل ما يتعلق بها. لذا تعد مسألة تمويل الحكومات للانتخابات أو معرفة طرق ومصادر تمويل الكتل والمرشحين الخاصة والعامة من الأهمية بمكان، فلابد من الالتزام بالقوانين ومعايير النزاهة والشفافية فيما يخص تمويل الانتخابات وتأمين المساواة والعدالة الكاملة بين المرشحين، ومنع التعسف من استغلال المال العام أو الدعم الحكومي لصالح القوى الكبرى أو المرشحين المتنفذين. ولكن هذا لا يحصل في العراق، بل العكس تماما. إن دول العالم الثالث ما زالت من الناحية الواقعية بعيدة كل البعد عن الالتزام بتلك القوانين وتطبيقها، لا على مستوى سلطات الدول ولا على مستوى المرشحين والأحزاب السياسية ولا حتى على مستوى وعي مواطنيها. فأصوات المواطنين في مثل هذه الدول تباع وتشترى، والانتخابات تجارة موسمية ستكون مربحة لمن يدفع أكثر ولمن يأخذ أكثر. أما بناء الأوطان وإعمارها فهو هم مؤجل إلى أجل غير مسمى. تصرف هذه الأموال الطائلة وتبذل هذه الجهود الكبيرة على انتخابات مختلف عليها أصلا، وقد تم إلغاؤها سابقا، وفي وقت يمر به العراق بأزمة اقتصادية فضلا عن انخفاض قيمة الدينار وانتشار البطالة وتردي أوضاع الصناعة والزراعة المحلية وشيوع الفساد في كافة مرافق الدولة، والذي أضحى نتيجة طبيعية وحتمية للصراعات السياسية وتضارب مصالح الأحزاب وتكالب القوى والشخصيات السياسية على نهب الأموال العامة والخاصة وبشتى الطرق، ما أدى إلى عزوف الأغلبية العراقية عن المشاركة الجدية في الانتخابات وعدم قناعتهم بمخرجاتها ونتائجها. وبشأن عدم جدوى الانتخابات في العراق، كتب صبحي سالي مقالا نشره موقع روداوة بعنوان الانتخابات المحلية في العراق والمعادلات الصعبة. يقول فيه: رغم عدم التأكد من إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق في موعدها المحدد، ورغم استبعاد تحقيق الانتخابات المقبلة للنتائج المرجوة منها في ظل العلاقات المتوترة بين العراقيين وغياب الثقة المتزايد في نوايا بعض الأحزاب السياسية ونزاعاتها المثيرة للتوتر والجدل والانقسام، يمارس السياسيون الذين يرون صناديق الاقتراع هدفاً للاستحواذ على السلطة وتأميناً للنفوذ والمصالح وذريعة للبقاء في تصدر المشهد السياسي، وإن كان على حساب الوطن وتوسيع الفجوات بين مكونات النسيج الاجتماعي. التجارب الانتخابية السابقة على الرغم من الإشادات بها أكدت وجود معادلات صعبة كثيرة تظهر بعد إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها لتمنع نجاح صناديق الاقتراع في تسليم السلطة للفائزين، ولتؤكد أن الحديث عن الديمقراطية في العراق مجرد حبر على ورق. بمعنى آخر، في غالبية العمليات الانتخابية السابقة نتيجة لتلك المعادلات وسياسات شد الحبل الداخلية والخارجية وتصاعد الخلافات واستسلام الكثير من السياسيين للأجندات والضغوطات الخارجية، تمت شرعنة آلية متناقضة لكل المعايير الديمقراطية
أدت إلى تمكين الخاسر لفرض نزواته وعدم رضوخه لإملاءات القيم والمبادئ الديمقراطية، وخسارة الفائز وإجباره على الخضوع لإملاءات غير ديمقراطية، إما استجابة للتهديدات والأوامر والتعليمات الواردة من الخارج، وإما عبر التناغم مع إملاءات شخصية وحزبية، وإما عبر التوافق مع المناورات التي تطبخ في الكواليس. المراقبون لنتائج الانتخابات السابقة التي لم تحدد حتى الآن مسارات العملية الديمقراطية يتذكرون الطريقة المريرة لاستيلاء نور الملك على الحكم في سنة 2010 على الرغم من فوز الدكتور إياد علاوي. في صحيفة القدس العربي نقرأ مقالا بعنوان غزو العراق وغزو غزة للكاتب أمير المفرجي، يقول فيه: أعادت مشاهد الحرب المؤلمة على مدينة غزة ذكريات الفترة المؤلمة التي تعرض لها العراقيون نتيجة غزو بلدهم في 2003، وأحيت الذاكرة المشتركة مشاعر الحزن والألم المرتبط بالتحدي والصمود للتعديات الخطيرة التي يحيكها الغرب الاستعماري المتطرف الذي يتخذ من صراع الأديان والحضارات استراتيجية لإذلال واستعباد الشعوب العربية وإضعافها وسحقها للوصول إلى مسح تاريخها من الذاكرة الإنسانية التي تشهد على أصالتها ودورها في مسيرة التطور الحضري التي وثقها تاريخ الأديان برسله وأنبيائه وكتبه. أحيت صور تدمير مدينة غزة ومشاهد القتل الفلسطينيين الذين غطتهم الأنقاض مسلسل الذكريات المؤلمة التي عانى منها العراقيون، وطفت على السطح مشاعر الغضب تجاه قوى اليمين الغربي والإسرائيلي المتطرف، كما ساهمت عملية غزو العراق في زيادة التعصب والتخندق في صراع الأديان وصدام الحضارات بين الشرق والغرب. ستساهم الحرب على غزة على اتساع الهوة بين بلاد الشمال والجنوب، ولا شك في أن المشاعر المعادية للشعوب الإسلامية والعربية النتيجة من سياسة اليمين الغربي المتطرف الذي يحاول إعادة سيناريو رسم المنطقة، وهذا ما سيجعل من تداعيات الحرب على غزة أشبه بتداعيات الحرب على العراق. أفاد تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمئة قنبلة خارقة للتحصينات وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في الحرب ضد حماس في غزة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه تم تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات برأس حربي من نوع BLU-109 مصمم لاختراق الخراسانة قبل أن ينفجر. وقد بدأت عملية تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر إضافية تشمل 15,000 قنبلة و 57,000 قذيفة مدفعية بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل، ولا تزال العملية مستمرة. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة التي زودت أهم حلفائها في المنطقة بأسلحة حتى قبل حرب غزة لم تفصح من قبل عن عدد الأسلحة المقدمة لإسرائيل أو عدد القنابل الخارقة للتحصينات. قالت مجلة إيكونوميست إن تداعيات حرب غزة تظهر أن المسلمين يقفون عند منعطف حرج، وأضافت أن التحولات الدينية والسياسية والاجتماعية الضخمة تعمل على تغيير الشرق الأوسط وسكانه البالغ عددهم 400 مليون نسمة. وتساءلت المجلة عما إذا كان هجوم حركة حماس قادراً على عكس اتجاه تلك التغيرات من خلال تأجيج جذوة الإسلام السياسي، وتضيف أن المشاكل الاقتصادية وسوء الإدارة والاستبداد كلها توفر أرضاً خصبة للعودة. تشير المجلة إلى أنه لم تقم أي دولة قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مؤخراً بقطع العلاقات أو دعت أمريكا إلى مغادرة قواعدها الإقليمية،
وحضرت معظم دول الخليج الاحتجاجات والمواعظ تضامنا مع الفلسطينيين، ونأت إيران ومحور المقاومة التابع لها عن القتال وتركت الجماعة تقاتل وحدها. ومع ذلك تستدرك المجلة سيكون من الخطأ الخلط بين الصمت والقبول. ويقول علي بكير الخبير في الإسلام السياسي لدى أتلانتيك كونسل وهو مركز أبحاث أمريكي: احذروا الهدوء، يمكن أن ينذر بالانفجار القادم. لدى الإسلاموية عادة الارتداد. وتقول المجلة إن الإطاحة بحماس في غزة قد تؤدي إلى هدوء قصير الأمد، ولكنه قد يؤدي بمرور الوقت إلى نشر أفكارها ومقاتليها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وربما يتطور الإسلام السياسي ذاته إلى شيء أقل طائفية مع انتشاره، وربما يجمع أتباع السنة والشيعة معا، لكن نزعته القتالية قد تشتد. ويقول أندرو هاموند من جامعة أكسفورد إن العالم يحلم إذا اعتقد أن اللحظة الإسلامية قد انتهت. الآن إلى الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. بعد 37 عاماً أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك نحو جنوب الأطلسي. قال خبراء فضاء يتتبعون أكبر جبل جليدي في العالم إن الجبل يتحرك حالياً بعيداً عن مياه القطب الجنوبي، فيما يبدو أنه يتجه نحو جنوب المحيط الأطلسي بحسب وكالة الصحافة الألمانية. وانحرف الجبل العملاق الذي تبلغ مساحته 4000 كيلومتر مربع ويحمل اسم إيه 23 إيه عن الجرف الجليدي فليتشارون في غرب القارة القطبية الجنوبية في عام 1986، لكنه ظل عالقا منذ فترة طويلة في قاع البحر، ورغم أن الجبل الجليدي الذي يبلغ سمكه 400 متر قد تحرر بحلول عام 2020، فإنه الآن تحرك الآن فقط من بحر ودل بواسطة الرياح والتيارات حسب ما أفادت وكالة الفضاء الأوروبية. يشار إلى أنه من غير المعتاد أن تصبح الجبال الجليدية ثابتة في الأرض، ولكن بمرور الوقت تتقلص الجبال بدرجة كافية لتنفصل عن الأرض وتطفو. ومثل معظم الجبال الجليدية من قطاع ويدل، من المرجح أن ينتهي الأمر بالجبل A23A الذي يزيد حجمه على 4 أضعاف حجم مدينة نيويورك في جنوب المحيط الأطلسي
على مسار يسمى زقاق الجبل الجليدي. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. نمت شوي، صحيت لقيت حالي بين الجثث 3 أيام كملات. 3 أيام؟ كملات وأنا بين الجثث، بقيت مرعوبة كثير. لما بفقد الوالدة وظل ساعة ما وظل ساعة لما يصيح، يعني حتى أنا ما بيرضى يقبل علي غير مطلع لفلف فيه، وأنت عارف فيش حدا بعوض عن حنان أمه. أنا حاليا في خان يونس في مستشفى الأوروبي، طبعا القصف اللي وصفنا فيه في مدارس بيت لاهية، واستشهدت زوجتي وهي حامل في الشهر السابع، وطفلي اتصاب، واستشهدت زوجة أخي وثلاث أطفال من عنده. والله تم قصف الصف مباشر، يعني عملوا مجزرة فوق 34 شهيد في نفس الصف في الشمال، في شمال بيت لاهية، هي اللي طلع منهم بس. كنا قاعدين يعني في بيتنا وآمنين، ففجأة بلاقي حل في المستشفى، بسأل عن أهلي وهيك، بقولهم منيح. بعدها لما صرت منيحة بعد 10 أيام سألت تاني، قالوا لي إن أهلي كلهم استشهدوا، وعمامي إنه ما ضلش حد من أهلي، عيلته كلها بالكامل مسحت من السجل المدني. 4 أيام 3 أيام وإحنا بندور عليها. اتصلنا على ناس اهل الخير وقرايبيننا، طلع الاندونيسي ملاكينها بين الجثث مرميه، البنت باكي تصرخ ما حد سمعها، واللي حواليها كلهم مستشهدين. فحكالنا انه البنت كانت في حاله من الصرع، في حاله نفسيه غير طبيعيه، لا علاج ولا اكل وخوف ورعب مع البنت. عملوا لها تنسيق، اجتنا من كمال عدوان هانا، البنت اجتنا في باص، مش بنت ولا جريحة، منظر تكشر الأبدان. البنت مصروعة، خايفة، مرعوبة، إيش يقول؟ أنا 3 أيام وأنا بين الشهداء والميتين، وين رحتوا وسبتوني؟ أنا اسمي تالا حسين أبو دقة، اللاجئة الوحيدة من عائلتي، طلعت من تحت الإنقاذ، فكان في جروح في وجهي، صرت اقول بدي ماما بدي بابا. وبعدين خالاتي اجني اخذني حملني، بعدين روحنا على دار صيدا، بعدين جابوهن وانا صرت اخبط على وجهي وصرت اصيح. ان البنت هذه رجلها الثانيه خربت، يلحقونا فيها في سبيل انها تفيد لحياتها الطبيعيه، يلحقوا البكي منها، مستقبلها راح وعمرها راح. كشف الله غمة غزة. مشاهدينا بهذا نصل واياكم الى ختام كل ما لدينا في حلقة صدى الاقلام، دائما كونوا بخير.